يا هلا. من جوار مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم الغدير، عيد الغدير، تعالوا نسولف لكم وإحنا بجواره. شنو قصة هذا اليوم ومين أجت فيه؟ نطلع إلى صحن فاطمة، باب الخارجي. ما شاء الله. على باب صحن فاطمة الزهراء عليها السلام علقت أكبر لوحة جدارية بمناسبة يوم الغدير. أشوفكم أكبر لوحة جدارية علقت بمناسبة عيد الغدير على باب صحن فاطمة الزهراء عليها السلام. ما شاء الله تشوفوها. مقابل متحف مزار صافي صفا هاي اللوحة الجدارية. ما شاء الله لوحة عملاقة، يمكن بالتصوير مظلومة بصراحة. هنا أنا صحن فاطمة الزهراء عليها السلام. أكو لوحتين، هاي واحدة وذيك الثانية هسه أشوفكم إياها. نروح نشوف الجدارية الثانية. وهاي الجدارية الثانية اللي موجودة على صحن فاطمة الزهراء، جدارية كلش حلوة وبها حديث كلش لطيف. تعال شوفكم اياها. سلام الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا بطل الأبطال، يا داحي الأبواب، يا صاحب ذو الفقار. ما شاء الله أجواء النجف بعيد الغدير. هاي أجواء النجف الأشرف، مرقد أمير المؤمنين عليه السلام علي ابن أبي طالب بعيد الغدير الأغر. تشوفون هاي التحضيرات. أمامنا قبة أخا رسول الله وابن عمه علي ابن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقابلنا مباشرة مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. تعالوا نشوفكم أجواء زيارة أمير المؤمنين بيوم الغدير. الزينة في كل مكان، الزينة في كل مكان، قريبة على أبواب الحرم. أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا قول النبي الأكرم محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. ومقابلكم إن كنتم مولاه
علي مولانا. ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، حج آخر حجة، وهي الحجة الوحيدة اللي حجها في الإسلام اللي تسمى حجة الوداع، من أكمل الحج، وصل إلى مفترق طرق. هواي من الروايات تقول كان وياه أكثر من 120 ألف نسمة من المسلمين. وصل إلى مكان مفترق طرق، يعني اللي يريد يرجع للشام، اللي يريد يرجع لليمن، للحجاز، كل من يروح الدولته، هذا المكان يسمى غدير خم. فالنبي رفع بيد علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا المكان وقال هذا الحديث المشهور عند كل المسلمين: اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أو فإن علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وحديث طويل تمت بالبيعة بعدها لأمير المؤمنين بالخلافة بعد النبي الأكرم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، وهنئوا المؤمنين في وقتها بهذا الأمر الإلهي، حتى أن عمر بن الخطاب قال لأمير المؤمنين عليه السلام في وقتها: بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. هذا موجود في كل الكتب لكل المذاهب. ونحن اليوم إن شاء الله نجدد البيعة لأمير المؤمنين ابن عم النبي وأخاه وزوجة ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين ريحانة رسول الله. هنا أمام هذا المنظر الحلو وهذه المنارات وقبة الإمام علي عليه السلام، بعدها نأخذكم نزوركم جوا. ما شاء الله، هنا حصر زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نيابة عن سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، ونيابة عن المؤمنين والمؤمنات وكل من أوصاني بالدعاء وقلدني الزيارة قربة إلى الله تعالى. السلام على بالقاسم محمد، السلام على بالقاسم محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. البر التقي والنقي الوفي، السلام عليك يا أبا الحسن والحسين، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا سيد الوصيين وأمينا. طب نزور الإمام عليه السلام. السلام عليك يا أخا رسول الله، السلام عليك يا زوج البتول،
اللهم صل على محمد. ما نسيناكم من الدعاء. هاي الناس هنا تصلي شوية ترتاح بهذا الصحن كبير ما شاء الله كلش. الحمد لله على اتمام الزيارة، دعينا لكم ما نسيناكم أمانة لكل المسلمين والمسلمات كافة الناس. أنا أحب دائما أطب من باب مسلم بن عقيل وباب الرضا مقابيل الإمام عليه السلام. شوف هاي باب مسلم وذيش باب الرضا مقابيل الإمام السلم مباشرة. ونشوف السوق الكبير محلاته موجودة بيه، عطور، عصائر، مباخر، خور، سباح، فضة، سوق كبير هو اسمه السوق الكبير. هدايا ذات يتاخذون وين اللي قدام؟ وين اللي قدام؟ قلب هم اهل التشافي شوف نفسهم يبيعون هم؟ بس هذيك موجودات والله موجودات شلون واحد يقول؟ اذا رحت الصهيات انا وديهم الله يديك هاي دهينة. طبعا هنا هواي تلقون دهينة ابو علي الشهيرة. شوف طبعا هو اسم اعتقد قديم وكلهم استغلوه وبالحقيقة ما اعتقد نفسه هو قديم. تلقون ذهب برازيلي هواي